مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. الاسر بتاعتنا وصلت بسلام وامان، وهنبتدي بقى نرحب بيهم ونتعرف عليهم وناخدهم على الرحله واللعب بتاعنا على طول. بس قبل ما نلعب نبتدي نتعرف على الاستاذ ساجد. ساجد علي صوتك. ساجد عندك كام سنه؟ 9 سنين. 9 سنين؟ أوه. اوكي. طب ونص. ونص. طب اخر كلام عشان خاطري. 9 ونص. ماشي اوكي. قول لي بقى يا سجوده، انت بتحب تعمل ايه؟ بحب العب بلاي ستيشن، بحب العب كوره، بحب اصلي، بحب اذاكر. يا سلام، ولد مطيع قوي وجميل قوي. بابا بيضحك، مصدق ان ابنه بقى جميل كده وبيعمل كل حاجه حلوه وصح. طب حلو قوي، برافو يا سجودي. جايب مين معاك بقى النهارده؟ كريم. كريم مين؟ صاحب. صاحبه الانتيم؟ انت صاحبه منين بقى يا كراميل؟ من الحضانه. من الحضانه. طب وانتوا مع بعض في نفس المدرسه؟ لا. لا؟ اوكي، بس مكملين صداقتكم من وانتوا مع بعض وانتوا صغيرين. يعني ده صحاب، صاحب عمر بقى. ده بجد صاحب عمرك فعلا. طب قول لي يا كراميلا، انت عندك كام؟ 9 ونص برضو؟ اه 9 ونص برضو. ماشي. بتحب تعمل ايه؟ نفس الحاجات اللي هو بيحب يعملها؟ اه. انت الولد الشاطر؟ ايه بقى بتعمل ايه؟ نفس اللي هو قاله بالظبط. بتصلي، بتذاكر، بتاكل، بتشرب، بتسمع الكلام، بتلعب. مش ممكن، احلام اي حد في الكون. برافو، برافو كريم، برافو ساجد. نخش على مامة ساجد. اميرة. اميرة. بشتغل كونتنت رايتر، تكنيكال رايتر كمان. كونتنت تكنيكال رايتر؟ كونتنت رايتر وتكنيكال رايتر. اه اوكي. يعني دي حاجة ودي حاجة؟ علاقة بالسوفت وير ولا تكنيكال. طب ما يعني تعملي ايه؟ معلش عشان مش فاهمة. يعتبر بكتب حاجات زي الانستراكشنز والمانوالز بتاعت السوفت وير. اه يا كمبيوتر وكده قاعدة قدام صح؟ ماشي برافو. اوكي، يعني حاجات في السوفت وير. اه الكلام ده كله بالظبط. ماشي اوكي. حلو قوي. كمبيوتر، يعني تقعد قدام الكمبيوتر تعمل السوفت وير. استاذ هيثم. هيثم بابا ساجد. ايوه. بشتغل في التسويق العقاري. اه دي مفهومه، دي عارفين بتعمل ايه. اوكي. الحمد لله. الحمد لله. وبتربى من الاسره كده. يا حبيبي ربنا يخلي لك الاسره الكريمه. طيب حماس بقى، عندنا اسره ثانيه. الاستاذ كريم. كريم عامل ايه؟ كويس. عندك كام سنه؟ 8. 8؟ اه. طب وبتحب تعمل ايه يا كراميل؟ بحب العب وبحب اصلي وبحب اذاكر وبحب العب. دي الاجابه النموذجيه النهارده. احنا هنسقف بقى للي هيقول كده تاني. خلاص عرفنا، شاطرين قوي قوي النهارده. ماشي. وجايب معاك مين يا كراميل النهارده؟ تاليا. تاليا تقرب لك ايه؟ ولد صاحبتك؟ صاحبه اختي. صاحبه اختك؟ اوكي. وهي قد اختك ولا اصغر من اختك؟ اصغر من اختك. يعني هي ما بينك وبين اختك؟ اه. ماشي اوكي. يا تاليا عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قولي لي بتي عندك كام سنه؟ 10. تحبي تعملي ايه؟ بحب العب مع اصحابي، بحب العب برضه. الله. ما بتصليش وتذاكري وتاكلي و طب ايش الحاجات دي كلها بتعملي؟ ها؟ لا بقول الحاجات اللي بعملها اكتر يعني. اه صح والله. جميل، شايفين البنات والنبي جميله وحنينه ورقيقه وصريحه. ماشي اوكي يا توتا. مامة كريم. ايوه. فاطمه. ايوه. فنانه تشكيليه ومعلمه فن تشكيلي. اه. كبار وصغار. اه. وعندي 41 سنه. وعندها ثقه عمياء انها تقول كده. برافو. برافو فاطمه. برافو برضو. بابا كريم. تامر يوسف. بشتغل في بنك. اه. بنحاول يعني نربيهم زي ما تربينا. والله يعني ربنا يعينك. هم اللي بيربونا دلوقتي. ما ده برضو الطبيعي عادي جدا. قبل ما ابدا اسئلتي احب اسالكم كده واعرف انتم متعرفين على بعض قد ايه، فاسمحوا لي اسال هيثم. قول لي يا هيثم، الميس بتاعه الانجليش بتاعه ساجد اسمها ايه؟ هو مستر مش اه. طب والله شاطر. ها؟ لا مش عارف اسمه. هو بس هو راجل يعني. هو مستر بس مش عارف اسمه. ساجد انت لسه ايه؟ قايل انه مستر. بيقول لك ميس اصلا. طيب وميس ميس مين؟ اسمها ايه؟ غادة. ميس غادة يا بابا. طيب بابا تامر اتفضلي. قول لي اسم المدرس او مدرسة العربي بتاعت كريم او بتاع كريم. هبة. ايه ده؟ لا بيقول لك لا. اسمها ايه؟ ايه ده؟ اسمها ايه ميس العربي؟ العربي اسمها بجد؟ بجد يا كريم؟ ميس نهال. ميس نهال. اه بس هو بس ايه اتلخبط. ايوه بس انت عارف طبعا. هو نفسه مش عارف. انا عارف يا بابا بس ايه كده اهو. طيب ساجد هسالك سؤال على كراميلا انتيمك. انت تعرف مين صاحبه قوي في المدرسه بتاعته؟ واحده اسمها تقريبا ملك. ملك؟ ملك مين يعني؟
فاكرين يا ابني بابايا بيتفرج ومامتي بتتفرج، مفيش ملك. لا مين يا كريم؟ مانو. مانو ما قالكش عليه قبل كده؟ ايوه، لان حكى لك على ملك وما حكالكش على مانو. لا احنا بقالنا كتير ما بنشوفش. لا ملك دي بنت خالتي. ملك دي بنت خالتك؟ اه هو اختلط عليه الامر. طب الحمد لله. ماما ايه اكتر لون كراميلا بيحبه؟ الازرق. ان شاء الله اجابه اخيره. حقيقي؟ طيب اوكي. ماما ايه اكتر اكله لما بتعمليها ساجد بياكلها بس بيبقى متضايق يعني شويه؟ لا ساجد ما بيتضايقش من حاجه عملها، دايما بيشكر في اكله. يا ولد كل الاكل اللي يا جماعه نسقف له عشان هو جايزه الولد المثالي النهارده. طيب استاذه تاليا، هل تعرفي كريم ايه اكتر حاجه بيتخانق فيها مع اخته هي صاحبتك؟ اي حاجه. ايه بقى؟ لسه متخانقين على كاندي. كاندي كانت مع تيا. لسه متخانقين على كاندي كانت مع تيا. البنت ابديتد وقاعده معاهم وعارفه يعني، متخانقوا على اي حاجه بس كان في كاندي. يعني نفسك في الكاندي؟ طيب مش هبقى اجيب لك انا كاندي. طب انا من رايي كفايه تعارض، ايه رايكم؟ صح؟ ما نحرجش بعد اكتر من كده ونخش في الموضوع. طيب عندنا اول حاجه خالص هنلعب بدماغنا واحنا واقفين كده، هسالكم اسئله. اول مرحله طبعا الاسره كلها بتشترك، انا مين او انا ايه. تاني وتالت مرحله صح وغلط واختيارات، الكتاكيت الحلوين بس اللي بيجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. جاهزين؟ جاهزين. يلا على طول. السؤال لاسره ساجد، انا طارد الهكسوس من مصر. الاسره كلها أحمس. أحمس الأول، برافو شاطرة يا ماما مذاكرة. ماشي، أنا مؤسس مدينة الإسكندرية. إسكندرية الأكبر. برافو يا ماما، ماما بتذاكر لوحدها. ماشي، أنا القارة التي تقع فيها دولة غينيا. أفريقيا. أفريقيا. معلش ما هو الأسرة كلها، معلش تبصليش كده، ما أنا جايبة أسئلة يمكن يجاوبوا. طيب، أنا القارة التي تقع بها دولة ماليزيا. آسيا. آسيا، ماشي. أنا جنسية اللاعب هالاند. إنجلترا. متأكد؟ أيوة إنجلترا. لا بيلعب في إنجلترا. بيلعب في إنجلترا بس هو إيه جنسيته؟ أصله إيه؟ روسي. إيه؟ روسي. نرويجي. نرويجي. غلط. ماشي اللي بعده. أنا جنسية اللاعب إمبابي. البرازيل. يا ابني ما تتكلمش، مش ليك أصلا. ها؟ البرازيل. لا لا. شفت بقى دي اللي يمشي بقى اخرب بقى اللي يمشي. والله برافو، امشي ورا ابنك. شاطر 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 شاطر، برافو فرنساوي. ماشي طيب تعالوا نخش بقى، بما انك شاطر كده تعالى لي كده عشان تلعب اول مهمه، بما انك جاوبت صح يعني البس بتاعتي كده. قاعدين تشجعوهم. عندنا اتنين كريم. كراميلا كراميلا، يلا روح هناك كده ونقول ريدي ستيدن جو. ايوه كيمو كريم، الاثنين كريم. كريم وكريم، كريم وكريم، ده ايه الكرم اللي احنا فيه ده؟ عايزين كره زرقاء كبيره. بص تحت يا كريم، بص تحت. بص تحت، اختص، انت لابس نظارتك. ايوه كده كريم الاولاني اختفى مش باين من الكور. الله كريم التاني اللي جابها. كريم الاحمر اللي جاب المهمه الاولى. هنخش على المرحله الثانيه من الاسئله. المرحله الثانيه من الاسئله صح وغلط، وانتوا بس اللي هتجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل المساعده. اوكي؟ اوكي. يلا. النورس طائر له جناح واحد كبير وعنقه كبيره واجسامها ضعيفه. صح ولا غلط؟ غلط. ايه؟ غلط. غلط؟ برافو، هي غلط طبعا. لم يهتم المصريون القدماء بتربية النحل، صح ولا غلط؟ لم يهتم المصريون القدماء بتربية النحل، صح ولا غلط؟ خمسة، عندكم وسائل مساعدة؟ أربعة. مين هنا؟ أنتوا الاتنين. أوكي. إيه يا تاليا؟ سوري افتكرت. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ لم يهتموا؟ آه غلط. اهتموا. برافو، ماشي اوكي. طيب السؤال اللي بعده، الحسن بن الهيثم فشل في اختراع آلة القمرة وهي الكاميرا حاليا. غلط.
ما فشلش. صح 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 ولا غلط؟ صح غلط. انا انتوا ايه؟ انتوا الاثنين مع بعض. ادوني اجابه. طب تشاور. صح. ما فشلش ولا فشل؟ لا ما فشلش. ما فشلش يعني غلط ولا صح؟ صح غلط. انا بقول الهيثم الحسن ابن الهيثم فشل في اختراع آلة الكاميرا وهي الكاميرا حاليا، صح ولا غلط؟ غلط غلط، عشان هو ما فشلش طبعا. عباس ابن فرناس اول شخص حاول الطيران واول من حاول صنع آلة تساعد على الطيران، صح ولا غلط؟ كريم بتفكر في ايه؟ صح ولا غلط؟ صح صح ماشي اوكي. حسسني ان هو قاعد بقى ايه كده. طيب المصريون القدماء ابتكروا ادوات تنظيف الاسنان مثل اغصان النباتات الرطبه كفرشاه، صح صح طبعا يا كراميلا. ويخليني اسالني بقى السؤال الاخير هنا، في عهد الملك سنوسرت الثالث تم حفر قناه تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل وسميت بقناة سيزوستريس، صح ولا غلط؟ صح يا ماما. ايه قولي؟ صح صح ماشي اوكي. سمعتيها وهي بتقول صح؟ لا ما قلتش. اه انت عملتي كده بس ماشي اوكي. طب احنا عندنا مهمة تانية، الشباب التانيين بقى اللي ما لعبوش يقولي. رحلة سعيدة، رحلة سعيدة. جاهزين نشجعوهم؟ يلا يلا بينا. ريدي ستيدي جو. الله ساجد ولا تاليا؟ تاليا ولا ساجد؟ الله تاليا is very close. ساجد تاليا تاليا ولا ساجد؟ من عندك يا تاليا، من عندك. أي تاليا ولا ساجد؟ اللي ساجد ما تعلوا صوتكم. ساجد ولا تاليا؟ خلصتوا ولا ساجد ولا تاليا؟ تعالوا. نخش على المرحلة اللي بعدها وتصحصحوا لي شوية. يمكن اختيارات، هنختار ما بين الأقواس، هديكوا اختيارات وانتوا تقولوا لي أوكي. إيه الحاجة اللي بتمنع الجسم من التحرك للأمام لتجنب الإصابات الناتجة عن التوقف المفاجئ للسيارة؟ حزام الأمان، الوسادة الهوائية، المرآة. الحزام. أيوة برافو، حزام الأمان اللي لسه كنت أشرح لك. برافو ماشي. نستطيع رؤية الأشياء نتيجة انعكاس ولا انكسار ولا تحليل الضوء عليها؟ بنشوف الأشياء نتيجة انعكاس الضوء ولا انكسار الضوء ولا تحليل الضوء؟ انعكاس. انعكاس الضوء طبعاً. برافو. يشيدون الجدران والطوابق باستخدام الطوب والأسمنت، البناؤون، السباكون، عمال الكهرباء. البناؤون. ما هي دي البناؤون. برافو ماشي. يقومون بزراعة المحاصيل وبيعها، الخياطون، المزارعون، الرسامون. المزارعون. المزارعون طبعا اوكي. رأت سميرة ست سيارات، ستة، في طريق عودتها إلى المنزل. إذا كانت كل سيارة بها أربع عجلات، فما إجمالي عدد العجلات التي رأتها؟ 6 times 4 equals 23 22 24 24. برافو يا كراميلا. كراميلا كراميلا، ده انت جاي ايه ده؟ رافع راسك جامد. ماشي. يجري مالك مسافة 3 كيلومترات كل يوم، عدد الكيلومترات اللي بيجريها في 7 ايام تبقى 21. برافو تاليا، من غير لما اقول اي حاجه خالص عرفت لوحدها. شاطره جدا 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 كده. احنا شاطرين واطمنا ان دماغنا صاحيه. تيجوا نشوف هنعمل ايه كلنا عند التوازن.